إلى جانب الحفلات العديدة اللي استضافتها مدينة العلا السعودية طيلة الفترة الماضية، عدة إنتاجات سينمائية اختارت العلا كموقع لتصويرها. فحاليا يتواجد فريق عمل فيلم نورا اللي يعتبر أول فيلم سعودي روائي طويل يتصور هناك، وهالعمل اللي من كتابة وإخراج توفيق الزايدي نحن كان لنا فرصة لدخول موقع تصويره والتعرف على تفاصيله، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. صراحة البداية أنا يعني اخترت تصوير الفيلم في العلا من أول ما بدأت أكتب القصة، لأنه يمكن أنا لأني من المنطقة قريبة من العلا وأعرف العلا جيدا وأعرف أن مكان لم يكتشف، فأنا سعيد جدا أنه هي الآن مفتوحة للعالم وتقدم خدمات العالم. يعني واحد من يعني أشياء في العلا موجودة، يعني من مناظر طبيعية، من أشكال جبال متنوعة، من يعني مواقع كثير مختلفة. يعني أنا حبيت كلمة أو سلوغن سمعته أن مليون قصة في مكان واحد، فهذه هي العلا. وتوفيق اختار يكتب واحدة من هالقصص اللي تدور أحداثها في التسعينات في سيناريو سبق وفاز بجائزة ضوء لدعم الأفلام. واحدة من الأشياء الجميلة في العلا أنك ممكن تصورين مو في التسعينات، حتى تصورين في القرون الأولى. يعني هذه واحدة من أهم مزايا العلا هنا. القرية اللي احنا صورنا فيها هي فعلا مبنية في التسعينات، هي فعلا اكتشاف جديد. المكان نفسه حقيقي، يعني مكان في روح. أنا كثير يعني كثير غيرت، مش كثير يعني غيرت في السيناريو في الشخصيات شوي من أثر المكان، لأن المكان فيه روح التسعينات، فيه روح من القصة. فالقصة تدور حول فتاة تدعى نورة تلتقي بفنان اسمه نادر، وبمجرد رسمة لوحة لها تخلق بينهم علاقة فنية مليئة بالإبداع والمشاعر والإلهام. ولأداء هالشخصيات اختار المخرج كل من يعقوب الفرحان وماريا بحراوي. أول ما كتبت القصة وأول ما كتبت الدرافت الأول من السيناريو تكلمت مع يعقوب وقلت له أنا يعني شايفك أنت كثير بالفيلم، ولأني عارف إنه يعقوب فنان من الداخل، فهي قصة عن فنان، يعني هي قصة فنان. ما بنقول يبحث عن الشغف، ولكن يبحث عن ناس يحبوا الفن. فيعقوب هو شخصية فنان وفنان حقيقي. يعني ماريا كان يعني معلومة يعني أول مرة أقولها، إنه ماريا اخترناها لتصوير نورة قبل التصوير بأسبوع، سنتين أنا أعمل كاستنج. يعني النورة كانت صعبة كثير، وكنت كل من شخص يقرأ السيناريو يقول لي صعب تلقى نورة. فالحمد لله يعني ماريا كانت امرأة ذكية، كانت فيها متطلبات شخصية نورة، إنه امرأة مراهقة ولكن أو في سن مراهقة ولكن ومن. ومع نورة كان لازم نكمل الكلام ونعرف أكثر عن تجربتها بهالفيلم. يا هلا وغلا، يا مرحب، شخبارك شعلوم؟ يا عمري شو رأيك بالسعودي؟ طبعا فنانة ما شاء الله عليك. طبعا صار لي يومين بالعلا، فيعني عم حاول اتعلم شوي. كيف العلا عجبتك؟ بدي اسألك انت، لانه انت كمان هاي اول مرة بتجي على العلا. صح اني من السعودية بس اول مرة، يعني ما شاء الله، يعني منطقة واو، المناظر، الأماكن اللي فيها، التراث، كل شيء. وكل شيء يصير حاليا بحياة ماريا يعتبر اول مرة. لا ماريا، انت ما جيتي بس سياحة، انت جاية لانه عندك your first feature film، وهيدي اول تجربة سينمائية لك ماريا. خبريني شو اللي خليك تفوتي على عالم السينما؟ موهبتي من الطفولة. من شكلك كنت تمثلي كتير على امك اللي قاعدة معها. طبعا في المدرسة مع اهلي بكل مكان. وبالحديث عن الاهل، حبينا نعرف من ماريا اذا اهلها من الداعمين لموهبتها. الحمد لله اهلي كلهم، ماما بابا اهل ماما، الحمد لله كل احد يعني واقفين معايا وبيدعموني خطوة بخطوة، الحمد لله. دعمتك لدرجة انه هي معنا اليوم هون. طبعا. الله يخليها لي ويطول بعمرها يا رب، ويعني انا ما وصلت لهذا الشيء الا بفضل ربي ثم هي. ومثل ما اهل ماريا فخورين فيها، هي ايضا فخورة جدا بنفسها. جدا فخورة انه اول ظهور لي
بالسينما مع أول شيء مع مخرج مثل توفيق الزايدي وممثلين كثار مثل يعقوب الفرحان، عبد الله السدحان، يعني كلهم ما شاء الله لهم اسمهم في العالم الفني. فخر أني أنا كأول مرة مع هذول الأسامي. ومن هالأسامي قابلنا يومها يعقوب الفرحان واللي سبق ووصف فيلم نورا بمشروع عمل مختلف. هو أول شيء أنا من فترة طويلة كنت حاب أنه أنا من عشاق السينما أساسا، أدور على الشكل كذا نوع معين من القصص ما هو مرتبط كثير خلينا نقول بالدراما بشكل التقليدي ولا التجاري ولا الجماهيري. يعني كنت حاب السينما زي ما هي بشكلها الإنساني البحت اللي هو بدون أي تجميل زيادة. القصة أحداثها تقريبا تصير في نهاية الثمانينات بداية التسعينات، وتحكي عن قصة تحصل داخل قرية في مكان بالسعودية في هذه الفترة، واللي هي فترة يعني مهمة وحساسة كثير. وكان مرة شيء ذكي من توفيق إنه هو قرر إنه يصور شخصية فنان لسبب ما، يقرر إنه هو يترك الفن، وإنه هو في تحديد الرسام، هو قرر إنه هو يترك الرسم هذا الرجل ويكمل حياته كمعلم كمدرس. أنا أقول في الفترة هذه اللي هي في آخر الثمانينات بداية التسعينات. لكن هذا الشخص حتى في المكان اللي هو يروح له، اللي هو المكان اللي هو يقرر انه هو يهجر كل شيء في حياته ويروح يدرس مجموعة من الأطفال في قرية في مكان نائي، هذا الشخص قدر انه هو يلقى الجمال حتى في خلينا نقول في أصعب الأماكن. وعن هالشخص وكل جوانب شخصيته بنكمل لقائنا مع يعقوب الفرحان بحلقتنا بكرة، وأيضا بتتعرفون على نتيجة الامتحان اللي سويناه ليعقوب كونه مدرس.